وصل البلاد صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، وكان سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في مقدمة مستقبل سمو الأمير حمزة بمطار البحرين الدولي، حيث رحب سموه بصاحب السمو الأمير حمزة وبحضوره جائزة البحرين الكبرى، والذي يعكس مدى حرص المملكة الأردنية الهاشمية على مشاركة مملكة البحرين هذه الفعالية الدولية، مشيدا سموه بمدى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. هذا وكان في الاستقبال القائم بأعمال السفارة الأردنية لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في السفارة.